السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو تشطيب صغير كده، بنحاول ان احنا نفيد فيه ولو جزء صغير من المعلومة على اساس لو حد حابب يستفاد. فده حضراتكم ده الخلاط بتاع الحوض، ادي قوت المياه بره زي ما شايفين حضراتكم. بالنسبة للبارد كمان هناخد الاكرة على ناحية السخن، هتلقى المية نفس الدرجة سواء في السخن او في البارد، هي مقياس واحد. زائد الطبالة طبعا، الوضع بتاع التشطيب زي ما شايفين حضراتكم، ثبات الحوض. التشطيب هو التشطيب، ولكن احنا اللي بنتكلم فيه الفينش، انه ما فيش حاجة بتنزل على الخلاط. محكم يعني سهل، اول الخلاطات سهله اللي هي الهاند مكسر دي سهله في الحركه، بلاش من الخلاطات العاديه، انه فيش حاجه بتنضغط خارج الصواميل. نظافه الشغل، ثبات الحوض، ثبات الركبه حضراتكم زي ما شايفين. اثناء ما بنفتح الميه بنأكد على السيفون تبع الهون، وما بنقدرش معانا ميه واقيه، الدليل بيبقى الارضيه ناشفه اصلا ما فيش ميه طبعا. ثبات القوة، ثبات الحوض معانا، دي كانت ميزة التشطيب يعني اللي احنا عاوزين نعرفه حضراتكم. الصبانة برضه تبقى ثابتة معانا، الوصلة بتاعت السخان استكمال الشغل طبعا برضه، يعني لما بتبقى في نقطة هنا نوع عنها. المحبس ده في بعض الناس بتركبه كوع ذكر ونبل، بيبقى المنظر بتاعه يعني، ده في نظريتي أنا أو في وجهة نظري، بتبقى المنظر بتاعه مش حلو. أنت لو ركبت محبس زي ده وشلت البلبله بتاعت المحبس من جوه، هتديك نفس قوه المياه او نفس القوه الموجوده في الاتساع بتاع الكوع او النبل، فبيبقى شكلهم اشيك من ان هو يبقى نبل وكوع ذكر. هنا حضراتكم دي كانت معلومه يعني في وجهه نظري، اللي حابب ينفذها دي شغاله والثانيه شغاله، بس انا بشوف دي بيكون منظرهم اشيك. الغسالتين، الغساله طبعا سخن وبارد زي ما شفنا حضراتكم. ادي كده ده فينش الشغل، هنصور ونعرض لحضراتكم الحمام من الداخل. عندنا طبعا القاعده اهي، هنشوف قوه المياه وانه ما فيش تسريب في المليجة. هنضغط اهو في المليجة زي ما شايفين قوه المياه اهي، ما فيش حاجه بتنضغط عندنا في المليجة هنا اهو. عندنا طبعا ميه برضو الشطاف الذاتي زي ما شايفين حضراتكم اهو، ثبات بتاع الكرسي برضو، المحبس تحكم رئيسي، الشطاف بتاع القعده البلدي. اولا الشطاف طبعا هو نفس الشطاف يعني، بس ما فيهوش لاكسو، انه هنا ما فيش حاجه بتنقط، عندنا ما فيش حاجه بتنقط تحت اللي. تنبيش برضو او تنويه بحال، لسه ان شاء الله عمليه التنظيف جاريه طبعا، لسه احنا ما استكملناش الشغل. الثبات بتاع المقبض يعني، المقبض اهو ثابت جامد عشان ما يتحركش معاك في اقرب فتره. البانيو عندنا طبعا 80 في 80. عندنا الدش بالوصله المدفونه حضراتكم زي ما شايفين حضراتكم، اللي هي سماعه الهند اهي متحركه. عندنا الصبانه، عندنا السماعه الثابته فوق اهو، نتحكم بيها عن طريق المحبس بتاع الدفن ده حضراتكم. بتبقى وصله مدفونه داخل السيراميك، بتغنيك عن مشاكل السماعه مع مراعاه ارتفاع اسعار السماعات طبعا برضو. فدي بتبقى حاجه اقتصاديه وشيك في نفس الوقت. ونأكد برضو ان الطاسه هنا 15 15، زي دي بتكون قويه في الشغل بتاعها انضف من شغل ال 20 يعني 20. كمان هي ما بترميش بره البانيو، بترمي في قلب البانيو. بنأكد انه صرف البانيو 2 بوصة، طبعا اي مياه واصله البانيو على طول بتتصرف، مفيش حاجه واصله في البانيو خالص. بنأكد تاني على عمليه النظافه، لسه جاي التنظيف طبعا. ده المياه هي، ولو انا هفتح السماعه الهند زي ما شايفين حضراتكم كده، بتحكم بقفل المحبس ده لما كده رمنا على المياه على هنا، وبفتح المحبس الزاويه ده بيتحكم لي في السماعه الهند حضراتكم زي ما شايفين اهي، اتحرك بيها عن طريق محبس الزاويه، وبقفل برضو الميه بتاعتي. ده كان شكل الدش والتشطيب بتاعه. ده كان الحمام بسيط خالص، ولكن الديزاين بتاع الحمام يعني ازاي تبقى قاعده بلدي وفي مساحه ان انت تتحرك في القاعده، في مساحه بالنسبه للبانيو، وكمان الشطاف ما يجيش على البانيو، ما يجيش وما يديكش القاعد على القاعده. الفينش بتاع التشطيب بالنسبه للخلاط، فينش الحمام بصفه عامه، القاعده يبقى مكانها متسع من هنا ومتسع بالنسبه للقاعده الثانيه، وفي المدخل بتاعك انت سلس خالص في الدخول، ما فيش اي مشاكل خالص اذا كان قلب الحمام. عندنا المطبخ هنا، عندنا الفلتر ده، ده فلتر المياه الحلوه، وده المحبس للتحكم عن طريق الفلتر. المحبس ده لانه خط جاي لوحده من بره، ده بيتحكم في حاله الصيانه على الفلتر. عندنا الخلاط طبعا ما فيش حاجه بتنقط من بكر هنا. عندنا الوشاش بتبقى مقفله على السيراميك، ما
بلاش نبقى الوش ناتر بره، والتكفير طبعا بالاسمنت الابيض عشان ما تحصلش تسييب وما تحصلش مشاكل فيما بعد. دي قوه المياه بتاعت الخلاط، البعد بين الخلاط وبين الرخامه والقنطره برضه بتاعت الخلاط من فوق تبقى دي ميزه ثانيه، على اساس انه اي حاجه مثلا في استخدام المواعين وكده والاطباق، لو في حاجه كبيره تقدر تغسلها على الحوض بكل ارتياحيه، يبقى في مسافه. نقصده انه في مسافه بين القنطره وبين الحوض لاي اواني كبيره الحجم. طبعا الميه البارده بقوه الميه السخنه، كمان ناكد على الوحده تحت او على السطح انه ما فيش حاجه عندنا بتنقط، زي ما شايفين حضراتكم اهو الارضيه جافه تماما مع بلاعة المطبخ. طبعا برضه حضراتكم يا ريت يكون افدت حضراتكم ولو بمعلومه بسيطه خالص في الفيديو ده، ويا ريت حابب لو حد استفاد من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه يا ريت يدعمنا على قناتنا على اليوتيوب، وكمان يعمل شير ولايك بالنسبه للفيديو عشان الخير يعم للكل. وانتظرونا كل يوم في جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.